بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن تكونوا بخير. طبعا ده الرغوة اللي طالعة من التلاجة مش بسبب حاجات معينة هقول لكم عليها، بسببها الفيديو ده بصوره. أول حاجة مشحون زيادة عن اللازم، مضغوط ياما، يعني في ضغط كتير جدا. تاني حاجة واللي هي اهم حاجة يعني بخصوص الموضوع ده، هو فريون R12، يعني الزيت اللي موجود زيت مينرال. فطبعا الفني لما شحن R134، محدش بيشحن R12 دلوقت. ايه اللي حصل؟ تفاعل الزيت مع الفريون 134، عمل الحاجة دي اسمها خميرة فريون، تخمر الفريون مع الزيت. المفروض ان الزيت يذوب مع الفريون، لذلك عملوا ان R12 لها زيت مينرال وبولي استر لR134. تمام، يبقى المشكلة دي من ايه يا شباب؟ تخمر ده من ايه؟ بسبب ان انا مركب كباس فريون 12 ولكني شحنته 134. طب وكان علاج الموضوع ده ايه؟ علاج الموضوع ده ان الكباس R12 افضي الزيت اللي فيه وحط زيت خاص ب 134 وبعدين اشحن 134، وبكده العملية دي هتبقى تمام التمام ومش هيحصل الكلام ده. طبعا الموتور ده محروق، انا بقوم بتغييره اصلا يعني، ولكن لما شفت موضوع تخمر الفريون حبيت اوريها لكم على ارض الواقع. بصوا كتير ازاي، بصوا وايه، وكان فيها ضغط اكتر من نص كيلو فريون. سبحان الله، الراجل شحنها شحنة صعبة خالص. تلاجة زي ما نزلت في الفيديوهات السابقة، بعد ما بتخلص شغلك فيها وعايز تشحن وهي طافية، اشحنها على 45، نطلع البوصة المربعة بعدين شغل، يبقى انت كده تميت الشحنة ان شاء الله. ده بخصوص فريون 134، بخصوص درجة الحرارة الخارجية لا تزيد عن 35. اسأل الله العظيم ان تكونوا بخير، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.